طابت أوقاتكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى النشرة الجوية. في صورة الساطع لنهار اليوم نلاحظ أجواء مستقرة وصفية بمجموع مناطق المملكة، وخلال يوم غد من المتوقع أن يكون الطقس حارا بداخل منطقة سوس وبالأقاليم الجنوبية. وبالمناطق الشمالية يتوقع خلال الفترة الصباحية تكون ضباب بالسواحل والسهول وأيضا بالمنطقة الشرقية، هذا وستكون الأجواء مستقرة بأغلب المناطق. درجات الحرارة الدنيا ستصل مقاييسها إلى 5 درجات ببولمان، 7 درجات بإفران، 12 درجة ستسجل بخنفرة، 13 درجة بخريبكا ومكناس، 14 درجة ستسجل بوزان، 17 درجة بتطوان، 18 درجة بالعرائش، و14 درجة متوقعة بمدينة وجدة. خلال الظهيرة ستسجل 27 درجة بكل من مكناس وخنفرة، 26 درجة بفاس، تونات، تازة وفيقيق، 24 درجة ستسجل بالسعيدية، 23 درجة متوقعة بالناظور والحسيمة. وبوسط المملكة الأجواء عموما مستقرة ومشمسة، درجات الحرارة الدنيا ستصل إلى 13 درجة بطاطا ورزازات والراشيدية، كما ستسجل 14 درجة بأرفود وزقورة، 15 درجة بمدينة مراكش، و17 درجة ستسجل بأسفي. خلال الظهيرة مرتقبة 30 درجة بكل من مراكش وتلودانت، 29 درجة ستسجل بقليميم وزقورة، 28 درجة مرتقبة بمدينة بني ملال، 27 درجة بأرفود، 25 درجة ستسجل بالراشيدية وبمدينة تنغير. بشمال الأقاليم الجنوبية ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، درجات الحرارة الدنيا ستصل مقاييسها إلى 14 درجة بالزاق، 16 درجة ستسجل بطنطان، 19 درجة بالعيون، و20 درجة بجلدة زمور. أما المقاييس العليا ستصل إلى 32 درجة بجلدة زمور، 31 درجة ستسجل بالزاق سمارة بكرة، و30 درجة بالعيون. بأقصى جنوب المملكة الأجواء الصافية إلى قليلة السحب، درجات الحرارة الدنيا ستصل إلى 20 أو ستصل إلى 14 درجة بالدخلة، 20 درجة ستسجل بأوسرد أو ببئر إنزران وأوسرد، و21 درجة متوقعة بالبويرة. أما المقاييس العليا ستصل إلى 35 درجة ببئر إنزران، 33 درجة بأوسرد، 31 درجة ستسجل بالقويرة، و29 درجة متوقعة بمدينة الدخلة. يوم الأحد المقبل بمشيئة الله سيكون الطقس حارا نسبيا بمنطقة سوس وأيضا بجنوب المملكة، هذا وستتشكل بعض الكتل من الضباب خلال فترة الصباح بالسواحل والسهول الأطلسية. أما الأجواء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بحول الله ستكون عموما مستقرة، ودرجات الحرارة ستسجل بعض الارتفاع.